طالب القضاة التونسيون رئيس الحكومة بالسحب الفوري للمبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء واحترام استقلاليته، كما طالبوا أيضا نواب مجلس الشعب إلى عدم المصادقة على المبادرة التشريعية احتراما لمقتضيات الدستور والشرعية ودولة القانون. احنا جينا هون بدعوة من جمعية القضاة، القضاة الكل اليوم باش يحتجوا على المبادرة التشريعية باش يقع مناقشتها داخل المجلس القبة متاع المجلس النيابي، واحنا رافضين هالمبادرة التشريعية اللي هي فيها خرق للدستور وخرق للقانون وفيها تعدي على السلطة القضائية، باعتبار اللي احنا نسميها هذه مبادرة ترقيعية جيت على مقاس عدد معين من أعضاء المجلس على القضاء ورافضينها بتاتا. في حالة عدم الاستجابة هناك تصعيد، لأن الوضع هذا ما يمكنش السكوت عليه، وصلنا يعني في مرحلة متأزمة على الأخر، وهذا كان كنا نجموا ما نوصلوهاش المرحلة هذه، باعتبار أنه عدم إمضاء رئيس الحكومة على التسميات اللي تم ترشيحها من طرف الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. سكوت وعدم الإمضاء هو اللي وصلنا إلى هذا الحد، يعني الأزمة تعمقت أكثر. الوقفة الاحتجاجية اللي تنظمها جمعية القضاة التونسيين بمساندة من المجتمع المدني هي تهدف إلى التصدي إلى المبادرة التشريعية التي يراد تمريرها اليوم في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، واللي المبادرة هذه يعني شابتها عديد الخروقات الدستورية والقانونية، مبادرة مخالفة للدستور، مبادرة تخرق قرارات المحكمة الإدارية وآخرها القرارات الصادرة أمس في توقيف تنفيذ الأعمال اللي قاموا بها أقلية من أعضاء المجلس، مبادرة يعني الهدف منها إحكام السلطة التنفيذية وضع يدها على القضاء والتدخل في المجلس الأعلى للقضاء في مسار تركيزه وفي التسميات. وقالت فاطمة صالح عضو مكتب تنفيذي بجمعية القضاة التونسيين أن الوقفة الاحتجاجية جاءت للتعبير عن رفضنا للمبادرة التشريعية التي تعد مخالفة للدستور، حيث تخرق قرارات المحكمة الإدارية وتتعدى على السلطة القضائية. احنا نأمل في أنه يتم التعامل إيجابيا مع صوت القضاة ويتم معناها إجهاض هذه المبادرة التشريعية من داخل قبة مجلس النواب، لأن الحكومة تحاول توريط مجلس نواب الشعب في قضية وأزمة ليس له بها أي علاقة. كذلك هناك أحكام المحكمة الإدارية صدرت يوم أمس، أحكام على المحكمة الإدارية تعطي التأويل الصحيح والتأويل السليم لأحكام الدستور وأحكام قانون المجلس الأعلى للقضاء. لابد إذا كنا نعيش في دولة تحترم قضائها وتحترم مؤسساتها ودولة قانون ومؤسسات بالقول والفعل وليس بالشعارات، من المفروض أن يتم سحب هذه المبادرة التشريعية وأن يتم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية، وأن لا يتم المواصلة في هذا المسلسل التي تقوده الحكومة بشكل سيء الإخراج، لأن هذا سيضر بالحكومة وبمجلس نواب الشعب وبتونس ما بعد الثورة وبمسيرة الانتقال الديمقراطي. نحن جينا نساند في القضاة وخاصة جمعية القضاة، لأنه هناك مشروع تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء اللي تحب السلطة التنفيذية في تونس من خلاله تسيطر على السلطة القضائية، وهذا مش في صالح المواطن التونسي، مش في صالح المتقاضين، ونحن ضد هذا، لأنه في الديمقراطية أساساً ترتكز على استقلال القضاء، بدون استقلال القضاء لن تكون الديمقراطية كاملة، فلا بد، نحن عشنا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا أن السلطة التنفيذية تسيطر تماماً على السلطة القضائية، فاليوم بعد الثورة لا بد من قضاء مستقل، وإلى يومنا هذا مجلس الأعلى للقضاء مازال ما اكتملش ومازال ماهوش قائم بواجبه، ولهذا نحب القضاة هما اللي شاركوا في تكوين المجلس الأعلى للقضاء باش يكون القضاء مستقل تماما بأتم معنى الكلمة عن السلطة التنفيذية.
يشار إلى أن العمل في كافة المحاكم التونسية توقف، حيث سيواصل القضاء احتجاجهم ملوحين بالتصعيد الذي قد يصل إلى إعلان الإضراب المفتوح والعصيان.